مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة، مساء الحب في عيد الحب، هابي فالنتاينز داي. النهاردة مع رواية جديدة وأمسية جديدة من أمسيات الورشة العامرة، ومعانا رواية أولى للكاتب روماني لطفي، رواية أجابي أو أغابي بالغين أو بالجيم، أجابي أو أغابي، روح بلا جسد. الرواية من منشورات بتانة، ومكتوب على الرواية أو على الغلاف باللغة الكلاسيكية اليونانية أجابي، اللي هي ألفا غمة، ألفا بيتا إيتا، الحروف الكلاسيكية لكلمة أغابي أو أجابي. أغابي في المعنى بتاعها اللي هو الحب الغير مشروط، الابتهاج، وده بعيد عن الحب الرومانسي يمكن، او الحب الجسدي او الجنسي، وبعيد برضو عن الصداقة الحميمية، فهو روح الحب او الروح المتبادلة، روح الله للإنسان الخالق، وروح الدفع القوية هو القوة الخفية اللي في الجسد، اللي هي من غيرها الجسد ميت، يعني جسد بلا روح فهو جثة هامدة أو ميت. وعندنا بيجي على طول في الخلفية، يمكن في الخلفية في القرآن مثلا، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. هذه هي الروح، القوة الكامنة الخفية التي تعمل فينا بشكل أو بآخر. وكمان في المسيحية الله لا يحب وحسب، إنه هو المحبة ذاتها، وكل ما يفعله الله يفيض من محبته. إذن محبة أو أغابي محبة ليس عاطفية بشكل من الأشكال، ولكن هي أسمى أنواع الحب أو أسمى أنواع المحبة، لدرجة أن بذل الله ابنه الوحيد فداء للعالم، ده حسب المفهوم المسيحي. الروح كمان، وكلمة روح في الحالة النفسية اللي هي روح الفريق، روح المقاومة، روح محمد الرواية من ساعة روح في سلسلة أرواح بتبقى موجودة حوالينا. فطبعا حتى في العامية أو في الكلام يقول لك خفيف الروح أو روحه حلوة، فالروح والروح هنا تعشق ضد الجسد، بمعنى إن الجسد ليه اهتماماته أو ليه ما علينا، يعني هي كده نقدر نقول الجسد يعني فيسيولوجياً ليه متطلبات خاصة، لكن الروح بتعشق أو بتطلب عكس الجسد والعكس يعني. ولو هنتكلم عن ثمار الروح، يعني أي حاجة حلوة فيها خير يبقى دي من ثمار الروح، زي ما قال بولس الرسول: وأما ثمار الروح فهي محبة، فرح، سلام، طول، إناث، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. والآن مع صاحب الروح، مع صاحب أغابي بلا جسد، الكاتب روماني لطفي، ومجتزا من روايته. اتفضل. خليه يعرف نفسه الأول. هو مش مشبوه. ال ال